محافظ صلاح الدين يعلن فشل المساومات السياسية والأوهام الشخصية في عرقلة مشروع الإصلاح والإعمار وحماية المال العام. إجراءات واسعة في صلاح الدين لاحتواء ظاهرة التصحر بسبب شح المياه، وارتفاع الأسعار تحاصر احتفالية عيد الأضحى المبارك. تحذيرات من هلاك المنتوج المحلي بسبب مطالبات بإعادة افتتاح الاستيراد، والهجرة تعلن عودة 4000 فلاح نازح إلى مناطقهم. وتقييم أمني جديد لخطر أسر داعش في مخيم الهول على الأمن العراقي. وبغداد عواصم عالمية تحيي مسيرات عدم الإفلات من العقاب.